مشاهدينا الكرام في كل مكان سلام المسيح وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب حابب كمان أهنئ كل الإخوة اللي بيحتفلوا هذا الأسبوع بذكرى صليب وقيامة شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وبصلي أن هذه الأيام تكون أيام بركة لكم كأشخاص ولأسركم ولبلادنا أيضا ولكل العالم عنوان حلقة النهاردة هو هل علم يسوع بأحداث صلبه هل علم يسوع بأحداث صلبه وحبيت أتكلم النهاردة عن الصليب لأنه هو ده الموضوع أسبوع الألام وجميل أن احنا يبقى تفكيرنا وانشغلنا كله بأحداث الصليب وبعمل يسوع المسيح الذي صنعه من أجلنا الله الذي كان مصالحا العالم لنفسه غير حاسبا لهم خطاياهم لكن واحنا بنتكلم عن هذا الموضوع من الاشياء العجيبه والرائعه اللي لما بنقرا الاناجيل بنعرفها عن شخص يسوع المسيح هو المعرفه اللي عنده هو هو كميه المعرفه اللي عنده يمكن بنقدر نقول انه كليه المعرفه هو يعرف عن اشخاص ويعرف الاشخاص يعرف عن ماضيهم يعرف عن حاضرهم يعرف عن مستقبلهم هو ايضا يعرف الاحداث يعرف مش بس احداث اللي كانت موجوده في ذلك الزمان لكن المستقبل يتكلم عن المستقبل بيتكلم عن احداث بالتفاصيل بيتكلم بالاخص كمان عن موضوع صلبه وموته و... و... وقيمته و الموضوع ده مهم جدا لانه بياكد لنا من خلال دراستنا لمعرفه يسوع المسيح وسلطانه الكامل على الاحداث انه يسوع المسيح لم يكن مجرد انسان لكنه الكلمه الذي صار جسدا وحل بيننا هو ابن الله الذي جاء في الجسد. اذكر حضراتكم مره اخرى في كل حلقاتنا احنا برنامج مباشر وعشان كده بنرحب بكل مداخلاتكم وكل تساؤلاتكم وكل ايضا استفساراتكم خطوط التليفونات مفتوحه وبنرحب بكل مداخله وبكل سؤال من الاشياء اللي نقراها في الكتاب المقدس العجيبه انه إنه ما فيش حد عنده في كل التاريخ البشري هذه المعرفة بالتفاصيل لأحداث موته وأحداث وإزاي هيتم وفين وإمتى ومين ولماذا كل هذه الأشياء بنعرف إنه يسوع المسيح له كل المجد اتكلم عنها مع تلاميذه يعني لما بنقرأ الكتاب المقدس بنعرف انه مثلا موسى ربنا قال له اطلع الى جبل نبو وهناك هتموت فاخبره انه دي اخر يعني ايامه اطلع الى الجبل وانظر الى إلى شرق نهر الأردن وشوف أرض كنعان لكنك مش هتدخل وهتموت على هذا الجبل فصعد موسى وهناك مات موسى بنعرف أيضا أنه إليشع الرب أخبره عن موت إليا أنه إنه الرب هيأخذ سيدك منك فأخبره عن الموت لكنه لم يخبره عن تفاصيل ولم يتحدث عن تفاصيل كثيرة خاصة بموت إليا كمان حزقيال آه الرب اخبره انه هيأخذ امرأته آه وهتكون علامه وطلب منه انه لا يحزن ولا يبكي لكنه لم نرى شخص في كل التاريخ البشري من اول ما بدأت البشريه وبدأ يتسجل عندنا آه يعني كتابات عن عن الاحداث وعن الاشخاص انه شخص في التاريخ البشري اتكلم عن موته كما تكلم يسوع المسيح ولا تنبأ عن موته كما تنبأ عنه يسوع المسيح. فمعرفة يسوع المسيح عن موته وعن صلبه معرفة عجيبة جدا. تجعلنا فعلا نقف أمام هذا السؤال الذي سأله أيضا تلاميذه مرة من المرات. من هو هذا؟ من هو هذا؟ اللي بيعرف كل هذه الأشياء ويعرف كل هذه التفاصيل وكل هذه الأشياء وكل هذه التفاصيل تمت حرفيا فعليا في أحداث الصليب. نتكلم عن هلم هل علم يسوع بأحداث صلبه؟ طيب خليني قبل ما أتكلم عن الجزء ده يعني ناخد شوية أشياء مهمة جدا من الأناجيل شواهد وآيات بتكلمنا عن معرفة يسوع وعن أنه زي معرفة يسوع معرفة تفوق المعرفة البشرية معرفة تفوق الخبرة الإنسانية معرفة تفوق المجرد أنه واحد ربنا بديله إعلان عن شيء أو, أو يتنبأ عن حدث لا دي معرفة مختلفة نوع هذه المعرفة معرفة مختلفة معرفة مرتبطة بالشخص معرفة كلية هو يعرف كل الأشياء يسوع في في الاناجيل له كل المجد يعرف ما في القلوب وفي الافكار. التلاميذ لما جم يصلوا اللي في اعمال الرسل واصحاح واحد قالوا عباره جميله جدا قالوا له ايه؟ ايها الرب العارف قلوب الجميع. يعني التلاميذ وهم بيصلوا الرب يسوع بيقولوا له انت عارف قلوب الجميع. طب مين يعرف قلوب الجميع يعني يعني هل التلاميذ هنا يعني اذا كان المسيح مجرد انسان يبقى التلاميذ هنا بيجدفوا لانه ما حدش يعرف قلوب الجميع الا الرب يعني حتى كاتب المزامير بيقول هذه الكلمات بيقول اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، فالشخص الوحيد الذي يعرف ما في القلب ويعرف ما في الافكار هو شخص الله وحده، والتلاميذ هنا بياتوا بعد صعود الرب يسوع وهم بيختاروا واحد بدل يهوذا الذي أسلمه والذي ذهب وخنق نفسه وشنق نفسه ومات، انه يختاروا واحد بديله. بديل ليهوذا، يقول الرب يسوع هذه الكلمات: أيها الرب. وهنا الرب على طول إشارة إلى يسوع المسيح، العارف قلوب جميع الناس. أنت رب عارف قلوب الجميع. أنت عارف قلوب الجميع. يسوع يعرف قلوب الجميع، يعرف ما في قلب الإنسان. وهذه الحقيقة بنشوفها في الاناجيل بوضوح جدا بالاخص لما بنيجي مثلا عند ال... لما الرب يسوع شافها المفلوج المفلوج اللي, نزلوه بحبال امام الرب يسوع و... ويقول الكتاب انه راى يسوع ايمانهم فقال المفلوج يا ابني مغفوره لك خطاياك قم احمل سريرك وامشي فاليهود تذمروا اللي كانوا موجودين قاده اليهود وال... واليهود المتعصبين تذمروا على كلام شخص الرب يسوع وقالوا انه من هو هذا انه 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 ازاي هو يقول هذا الكلام انه اعتبروا هذا تجديف انه بيجدف على الله فعلم يسوع افكارهم هم لم يقولوا هذا الكلام هم فكروا في قلوبهم بهذا الامر هم موجودين في القعده وفكروا اول ما الرب يسوع قال هذه الكلمات انه فكروا في قلوبهم انه هذا تجديف انه يجدف لانه لا احد يغفر الخطايا الا الله. يقول الكتاب فعلم يسوع افكارهم مش علم كلماتهم لا ده علم افكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ ليه بتفكروا بهذا الامر في قلوبكم؟ ليه بتفكروا انه انا بجدف على الله؟ ليه بتفكروا بهذا؟ انا اعرف ما تفكرون فيه، هو يعلم ما يفكر فيه الإنسان هو علم أيضا ماضي وحاضر المرأة السامرية لما يعني نقرأ عن المرأة السامرية في إنجيل يوحنا وأصحاح أربعة وبيقول لنا كتاب أنه يسوع ذهب إلى البير وقعد هناك وجات امرأة سامرية وابتدأ هذا الحديث بينها وبين الرب يسوع حاجة من الأشياء العجيبة اللي قالها لها الرب يسوع قال لها إيه؟ قال لها اذهبي وادعي زوجك روحي هاتي زوجك وتعالي إلى هنا أجابت المرأة وقالت ليس لي زوج قال لها يسوع شوفوا بقى اللي قاله الرب يسوع هنا وده بيورينا قد إيه فعلا الرب يسوع مش مجرد أنه يعني أنا ممكن أكون عارف شيء عن شخص لكن دو دي أول مرة تتقابل معاه ودي آه يعني دي السامرة الرب يسوع معظم خدمته كانت في الجليل وكانت في اليهودية لكنها السامرة يقول إيه الرب يسوع ليها حسنا قلتي ليس لي زوج لأن لأنه كان لك خمسة أزواج يعني اتجوزت قبل كده خمس مرات والذي لك الآن اللي انت عايشة مع الآن ليس هو زوجك هذا قلت بالصدق يعني هو عارف ماضيها عارف انه اتجوزت خمس مرات وعارف ايضا حاضرها انه ان العايشه معاه هذه الايام ليس هو زوج عشان كده المراه استعجبت منه و و و واول لما قال لها هذا الكلام هو يعرف الماضي ويعرف الحاضر للاشخاص هو كمان يعلم كل ما سوف يحدث يقول الكتاب فخرج يسوع وهو عالم بكل ما ياتي عليه هو كل خطوه كان بيعملها الرب يسوع كان عارف هذه الخطوه كانت هذه الخطوه هي الجزء من الخطه الإلهية لتحقيق المشيئة أنه يأتي إلى هذا العالم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه بكل ما يأتي عليه ونتكلم عن اللي هيأتي على الرب ونتكلم عليه والزي الرب يسوع عارف تفاصيل كل هذه الأحداث التي تأتي عليه على أساس هذه المعرفة على أساس أنه عارف كل ما سيأتي عليه اتكلم عن المؤمنين واتكلم عن غير المؤمنين به وإزاي أنه كل واحد فيهم هيكون تصرفه مختلف يقول الكتاب في يوحنا 6 وفي عدد 64 يقول لنا إيه ولكن منكم قوم لا يؤمنون لأن يسوع من البد من البد علم من هم الذين يؤمنون ومن هو الذي يسلم هو عارف من اللي هيؤمن وهو عارف من اللي هيسلمه هو عارف كل هذه الأحداث آية أخرى يوحنا 13 يقول لنا هذه الكلمات يوحنا 13 وعدد 19 لست أقول عن جميعكم أنا أعلم الذين اخترتهم لكن ليتم الكتاب الذي يأكل معي الخبز رفع علي عاقبه أقول لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون أني أنا هو يعني أنا بقول لكم اللي هيكون ليه لأنه لما يصير اللي أنا قلت لكم هيكون هتؤمنوا أنه أنا شخص مختلف هتؤمنوا أنه أنا هو واليهود يعرفوا جيدا أنه أنا هو هي يهوه هي يهوى الكائن والذي كان والذي يأتي هو اسم الرب العظيم الجليل هذا الاسم الذي ذكر في سفر الخروج وأصحاح ثلاثة أهيا الذي أهيا أنا هو وباليوناني هي أيضا إيجو إيمي أنا هو نفس العبارات كررها الرب يسوع أكثر من مرة في إنجيل يوحنا حتى لما أتى لتلاميذه وهم البحر مضطرب والأمواج شديدة وكادوا يغرقوا وأتى إليهم مشيا على المياه أول لما شافوه خافوا قال لهم لا تخافوا أنا هو لا تخافوا أنا يهوى عندما يتم هذه الأمور تعلموا جيدا انه الذي اخبركم بها هو شخص المسيح له كل المجد يقول كمان في مت 24 وفي عدد 25 ها انا قد سبقت واخبرتكم اخبر تلاميذه بامور كثيره جدا يسوع مش بس كان يعلم الـ الـ ما في القلوب وما في الافكار ومش بس يعلم ايضا آم آم ماضي وحاضر ومستقبل الاشخاص، لكنه ايضا يعلم كل شيء، الان نعلم انك عالم بكل شيء، ده اللي قاله له التلاميذ. ولست تحتاج ان يسالك احد، لهذا نؤمن انك من الله خرجت، انت عالم بكل شيء، كل الامور انت تعلم، طبعا ده مش تعبير مجازي، يعني ممكن اجي لشخص واقول له آه يعني انا عارف ان انت عارف كل الاشياء يعني ده مش تعبير مجازي لكن التلاميذ بيتكلموا عن 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 اختبار عايشينه مع شخص عن عن هذه المعرفه عن اللي بيقول لهم عن كل شيء وهنتكلم عن هذه المعرفه الخاصه جدا بصلبه وبمكان صلبه وبزمان صلبه وبرد فعل التلاميذ ومين هيصلبه ومين هيسلمه ومين هينكره ومين هيظل معاه كل هذه الاشياء الرب يسوع كانه بيتكلم عنها كانها حدثت في الماضي وهي احداث مستقبليه سوف تحدث كمان رب قال هنا ليه سمعان بطرس لما ظهر له بعد القيامة قال له يا سمعان ابن يونا أتحبني يقول الكتاب فحزن لأنه قال له ثالثة أتحبني فقال له يا رب أنت تعلم كل شيء إنه إنه ده برضه مش تعبير مجازي إنه ما أنت عارف إنه أنا بحبك، لا يا رب أنت تعلم كل شيء. أنت تعلم كل شيء. ودي ده تعبير اوقات كتيرة بنصليه يا رب أنت عارف كل شيء، أنت عارف ما في قلبي، أنت تعرف يا رب ما في داخلي، أنت يا رب فاحص هذا القلب ومختبره، تعرف كل شيء. نيجي بقى للنقطة المهمة جدا وهي معرفة يسوع لأحداث صلبه وموته. وفي الأجزاء دي هنشوف نصوص كتيرة جدا تكلم بالتفصيل فيها الرب يسوع عن احداث الصلب وكانها ماضي وكانه بيقعد يسجل لنا احداث تمت مع انها لم تكن قد تمت بعد. وطبعا واحنا بنقرا هذه الاشياء وبنتعرف على هذه الـ 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 الامور انا بدعوك عزيزي المشاهد ان انت فعلا تكون امين وتبحث في داخلك. مين هو هذا؟ مين ده اللي اتكلم اني واحد في التاريخ انهي واحد من حتى من رجال الله من القديسين اللي اتكلم عن امور مثل هذه وتوصل الى نتيجه انه لم يوجد احد لم يتحدث احد ابدا عن موته بهذه الصوره والنتيجه طبعا انه من يعرف كل هذه المعرفه اكيد هو اعظم من كونه مجرد انسان يقول كده في انجيل, يوح... إنجيل يوحنا طبعا الكلمه المستبدله او المستخدمه دايما للصلب وللموت هي كلمه يرفع و ودي ليها مدلول لاهوتي جميل جدا لما بنقرا وندرس عن عن مدلولها في انجيل يوحنا يقول كده انه وكما رفع موسى الحيه في البريه طبعا احنا عارفين احبائي والبعض يمكن من ال... الـ الـ الاخوه المشاهدين اللي من خلفيه غير مسيحيه آه ما عندهمش درايه بهذا النص لكنه واحده من العقاب الالهي لما الشعب تذمر قديما انه ربنا ارسل الحيات فكانت بتلدغ الناس آه الشعب المتمرد شعب بني اسرائيل في البريه والشعب صرخ للرب وطلب انه الرب يصفح عنه ويغفر خطاياه فالرب قال لموسى اعمل حيه من النحاس وضعها على مكان مرتفع فكل من لدغته الحيه ونظر الى هذه الحيه النحاسيه يشفى. فهنا بيعمل المقارنه ما بين ال الشفاء اللي تم للناس قديما بسبب الخطيه بتاعتهم وما بين الشفاء اللي هيعمله الرب يسوع بموته وبصلبه على عود الصليب فبيقول: وكما رفع موسى الحيه في البريه هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان ينبغي أن يرفع والرفع هنا إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى الصلب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يعني زي ما الناس قديما كل من لدغوا الحية بسبب الخطية ودي كان عقاب من الله ونظر إلى الحية النحاسية بإيمان شفية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به الذين نظروا اليه استناروا ووجوههم لم تحجل انظروا الى يسوع المسيح بايمان فتخلصوا من خطاياكم هنا يقول لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه التفتوا الي واخلصوا يرفع ابن الانسان الشاهد الثاني ايضا في انجيل يوحنا واصحاح 8 وفي عدد 28 يقول: فقال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الانسان؟ كويس؟ فحينئذ تفهمون اني انا هو يعني في 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 صلب يسوع المسيح هناك ادراك لطبيعه يسوع المسيح ولست افعل شيئا من نفسي بل اتكلم بهذا كما علمني ابي، يعني انا انا كانه بيقول انه ما يعلن عن شخصي ايضا مش بس تعليمي وحياتي ومعجزاتي ودخولي للعالم بطريقه عجيبه وكل ما صنعت لكن ايضا ما يعلن عني هو الصليب واحداث الصليب، متى رفعت رفعتم ابن الانسان فحينئذ تفهمون اني انا هو وهذا ما قاله ايضا قائد الجند الذي كان عند الصليب الذي قال بالحقيقه هذا هو ابن الله او يسوع المسيح ابن الله. وانا ارتفع وانا ان ارتفعت عن الارض اكذب الي الجميع. قال هذا مشيرا الى اي ميته كان مزمعا ان يموت الجزء اللي بعد كده بنيجي الانجيل متى يعني في انجيل يوحنا بيستخدم كلمه يرفع طبعا في شواهد كثيره جدا في انجيل يوحنا بيتكلم عنها عن عن احداث الصلب لكن بيتكلم ايضا عنه ليه سلطان انا اضعها وليه سلطان انا اخذها بيتكلم عن نفسه وعن حياته سلطانه الكامل المطلق على كل الاحداث وعلى كل الامور نجي هنا الى انجيل متى يقول لنا من ذلك الوقت ابتدى يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم أنا حقيقكم أعزائي المشاهدين يعني اللي يقدر أنه يحط التفاصيل بتاع المذكورة في الآيات دي وهنحطها فيما بعد مع بعض لكنه أنه نحطها في أفكارنا وإحنا بنقرأ هذه الآيات عن التفاصيل الدقيقة جدا لأحداث الصلب وأحداث موت يسوع وقيامته يقول, يقول كده أنه ينبغي أن يذهب خلوا بالكم كلمة ينبغي دايما كل إنسان بيحاول أن يهرب من الموت إن إنسان بيهرب من الموت الإنسان لا يريد أن يموت لكن الرب يسوع هو أتى لكي ما يموت هو أتى لكي ما يضع نفسه فدية عن كثيرين عشان كده دايما كان يقول ينبغي هناك حتمية لذهابه إلى أورشليم ليتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم يبقى بيكلمني عن المكان هنا بيكلمني عن أورشليم بيكلمني عن ما سيحدث أنه يتألم مين اللي هي سبب الألم أو اللي بيسبب هذه الآلام أنه شيوخ رؤساء الكهنة الكتبة والألم ده يقود إلى الموت اللي هو يعني اكتمال الألم وفي اليوم الثالث يقوم. كويس؟ دي بعض التفاصيل، نروح لايه ثانيه. ايه ثانيه آية بتقول لنا: وفيما هم يترددون في الجليل، قال لهم يسوع: ابن الانسان سوف يسلم الى ايدي الناس، خلوا بالكم هنا، في هنا ايدي الناس. فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. كويس؟ ايه اخرى. في متى 22 وفي عدد 17 وفيما كان يسوع صاعدا الى اورشليم اخذ الاثنى عشر تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم ها نحن صاعدون الى اورشليم وابن الانسان يسلم الى رؤساء الكهنه والكتبه فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه الى الامم يبقى اللي هيحكم عليه هم رؤساء الكهنه والكتبه وبعدين هما مش هيبقى عندهم السلطة إن هم يعني يصلبوه فلازم يسلموه إلى الأمم اللي هو السلطة الرومانية لكي يهزأوا به ويجلدوه وي... ويصلبوه لكنه في اليوم الثالث يقوم يبقى بيتكلم عن اليهود بيتكلم عن مكان بيتكلم عن إنه إزاي رؤساء الكهنة هيحكموا عليه إزاي إن الحكم ده هينفذ من خلال الرومان الحكام المحتلين للأرض في ذلك الزمان وبعدين هذا الحكم هيكون بالصلب لكنه يسبقه أيضا يستهزئون به ويجلدونه ويصلبوه وفي مرقس 8 في انجيل مرقس اصحاح 8, 8 وعدد 31 وابتدا يعلمهم ان ابن الانسان ينبغي ان يتالم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنه والكتبه ويقتل وبعد ثلاثه ايام يقوم. وبعدين ايضا نقرا في مرقس 9 ايضا ايه اخرى لانه كان يعلم تلاميذه كان بيعلم تلاميذه ويقول لهم ان ابن الانسان يسلم الى ايدي الناس فيقتلونه وبعد ثلاثة أيام يقوم. وبعدين في أيضا في مرقس عشرة يقول لهم إيه هذه الكلمات؟ ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم فيهزأون به ويجلدوه ويتفلون عليه دي إضافة أخرى ما كانتش مذكورة في إنجيل متى ويتفلون عليه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. في لقاء تسعة وفي عدد 22 يقول هذه الكلمات قائلا أنه ينبغي أن ابن الإنسان يتألم كثيرا يبقى الألم مش مجرد شيء بسيط لكنه يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم في لوقا 18 يقول واخذ الاثنى عشر وقال لهم ها نحن صاعدون الى اورشليم وسيتم كل ما هو مكتوب بالانبياء عن ابن الانسان يعني موته ايضا هو تحقيق لنبوات العهد القديم لانه يسلم الى الامم ويستهزئون به ويشتم دي برضو إضافة أخرى ويدفل عليه ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم نبوات المسيح بقى إذا حبينا نحط الشواهد دي كلها مع بعض. نبوات المسيح عن أحداث صلبه. ما كانتش مجرد نبوة يعني يعني ما كانتش مجرد إن واحد بيقول أنا هروح أورشليم وهموت في أورشليم. ما كانتش كده. وما كانتش مجرد إنه اليهود بيكرهوني فاليهود أكيد هي هيتسببوا في موتي. لكنه كانت نبوات في منتهى الدقه وفي منتهى التفاصيل يعني الديتيلز بتاعتها دقيقه جدا جدا وكانه فعلا المستقبل كله قدامه مكشوف وعريان هو يرى الكل يرى الاشخاص ويرى الاحداث ويرى الزمن ويرى الوقت ويرى كل شيء يرى حتى الدوافع اللي هتم ويرى ايضا النتائج التي هتم نتيجه هذا الموت فنبوات المسيح لو حبيت ان انا الخصها آآ آآ عن احداث صلبي تناولت الاشياء دي تناولت اول حاجه اين 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 سيكون الصلب تناولت متى سيكون الصلب امتى الزمان إيه؟ والمكان هنا تناولت مين مين اللي هيقوم بالصلب مين اللي هيحكم ومين اللي هينفذ مين القوة التشريعية اللي هتحكم أو القضائية اللي هتحكم ومين أو مين اللي هيتحاكم قدامه مين هيحاكمه مين ومين هينفذ هذا الحكم كويس ده نقطة مهمة كيف كيف يتم ذلك إزاي هيتم ده إزاي هيتم القبض عليه ومين هيسلمه وهيقضوه منين ويودوه لفين كل هذه الأشياء اتكلم عنها ولماذا هنا يقول ينبغي 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 لأنه هكذا ينبغي أن يصلب يسوع المسيح هو أتى لكي يكون لنا بموته حياة هو أتى لكي ما يبدل نفسه فدية عن كثيرين لماذا؟ كل هذه الأسئلة لا يوجد شخص في التاريخ البشري كله من أول آدم وحتى إلى يومنا هذا وحتى إلى يوم مجيء يسوع المسيح الثاني اتكلم عن موته بهذا الشكل مفيش مفيش ولا شخص اتكلم عن موته بهذه التفاصيل الدقيقة من حيث الزمان والمكان والأشخاص ولماذا وكل هذه الأمور اللي اتكلم عنها يسوع المسيح مفيش من يعرف المستقبل ومن يعرف الأحداث بهذا الشكل لابد ان يكون فوق مستوى الناس فوق مستوى البشر نيجي للاحداث دي بقى بالتفاصيل بتاعتها نبوات المسيح عن صلبه او احداث صلبه تناولت الاتي المكان المكان مكان اورشليم اورشليم ينبغي ان يذهب الى اورشليم ورينا الايات دي كذا مره ينبغي ان يذهب الى اورشليم شوفوا آه في ايه هنا آه جميله جدا في آه انجيل لوقا هي مش موجوده على الشاشه بس انا هقراها لحضراتكم انجيل البشير لوقا وفي اصحاح آه 13 وفي الاعداد 32 و33 الايات دي مهمه جدا لانها بتقول لنا انه هناك هذا الشخص العجيب بيتحكم في في حياته وفي كل الاحداث بسلطان مطلق ليس ليس للناس وليس للملوك البشريين وليس للرؤساء اي تدخل فيها هو بيتحكم فيها وبينفذ الخطه بتاعته بكمال مطلق وبسلطان مطلق. يقول الكتاب في ذلك اليوم في عدد 31 من انجيل لوقا قال حبيبي يكتب هذا الشاهد من إنجيل بشير لؤة أصحاح 13 وابتداء من عدد 31 في ذلك اليوم تقدم بعض الفرسين قائلين لهم أخرج واذهب من هنا لأن هيرودس يريد أن يقتلك يعني هو, هو كان في مكان وبعدين قالوا له أخرج من هنا لأنه هيرودس الملك يريد أن يقتلك فقال لهم ما لهمش بقى يعني هو يريد أن يقتلني طب أنا لازم أهرب بقى من هنا علشان إيه ما يقتلنيش فقال لهم إيه؟ فقال لهم يسوع إمضوا وقولوا لهذا الثعلب هو فعلا حياته كان الرب يسوع بيوصف حياة هذا الإنسان لأنه كان فعلا إنسان مكار في كل أفعاله والتاريخ شاهد على ذلك قولوا لهذا الثعلب ها أنا أخرج أخرج شياطين وأشفي اليوم وغدا يعني أنا النهارده موجود هنا أنا النهارده بعمل عمل الآب بأخرج شياطين وأشفي اليوم وغداً وفي اليوم الثالث هكمل، يعني أنا مش همشي من هنا قبل اليوم الثالث، بل ينبغي أن أسير اليوم وغداً وما يليه، لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجاً عن أورشليم. هو هو قال لهم كده، قال لهم إنه 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 أنا جاي أعمل دوًا وانه زي ما قالت النبوات انه انا هموت في اورشليم ينبغي ان اذهب الى اورشليم لا أذهب لاورشليم قبل الميعاد ولا هاذهب لاورشليم بعد الميعاد انا عندي الخطه بتاعتي انا المتحكم فيها لا هيرودس يقدر يقول لي اعمل ايه ولا اروح فين ولا امشي من هنا ولا ناس انا بعمل كل شيء بسلطان مطلق ينبغي ان يذهب الى اورشليم وفين الرب يسوع مات احبائي في اورشليم انا اتكلم عن الاسبوع الاخير ازاي احداثه من اماكن في اماكن مختلفه في مدينه اورشليم وقرب مدينه اورشليم تمت الزمان يوم الفصح ودي حاجه عجيبه جدا ليه الفصح ليه الرب يسوع كان ينبغي ان يموت ويصلب يوم الفصح ليه ليه مش قبلها بيوم ولا قبلها بشهر ولا قبلها باسبوع؟ ليه يوم الفصح؟ ليه كمان هقرا لكم آيه تخلينا ايضا في آه يعني آه انبهار من آه الاحداث دي كلها. في آه انجيل متى واصحاح آه 26 انجيل متى اصحاح 26 وفي الايه رقم 5. كويس؟ الايه رقم 5. يقول ابتداء من عدد ثلاثة خلينا نقرأ ابتداء من عدد ثلاثة لأنه بيوضح لنا حقيقة مهمة جدا حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافة يعني دي بقى الخطة الأخيرة دي بقى التفاصيل الأخيرة اللي هي قبل القبض على شخص يسوع المسيح ومحاكمته فهم تشاوروا في دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافة وتشاوروا لكي يمسكوه خلاص بقى هم بيتشاوروا مع بعض ازاي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه ولكنهم قالوا ليس في العيد لألا يكون شغب في الشعب يعني خطة, خطة رؤساء الكهنة كانت ايه احنا نقبض عليه ونحكم عليه بس مش في العيد مش في العيد ليه لانه بحسب الفكر اليهودي ما ينفعش تحكم على حد بالموت في العيد العيد ده ده بهجه وفرحه كل الاحكام بتاعه الموت بتؤجل الى الى ما بعد العيد وكحاجه تانية لانه العيد ده بيبقى فيه زحمه كتير جدا ولو شخص ايضا مهم زي يسوع المسيح ممكن المتعاطفين معاه يعني يعملوا انقلاب ويبقى فيه هرج ومرج وسط الشعب فالخطه بتاعتهم انه يسوع يموت آه انه يحكم عليه أه بس مش في العيد بس لو المسيح لم يحكم عليه ويصلب في العيد يبقى الإشارة بتاعة العهد القديم أن المسيح في صحنة قد ذبح تنفعش وإنه إنه الفصح هو إشارة ليسوع المسيح الذبيح العظيم الذي أتى في ملء الزمان لكي ما يموت نيابة عنا الذي بدمه غفران الخطايا يبقى ما تحققتش يبقى كان لازم إن يسوع يموت يوم الفصح يُحكم عليه بالموت ويعلق على الصليب مع الاحتفال بعيد الفصح وهذا ما تم وهنا بنيجي قدام حاجتين الخطة التي أتى من أجلها يسوع أنه حمل الله الذي يرفع خطية العالم فصحنا وخطة اليهود نقبض عليه ونقتله ونحكمه بس مش في الفصح دول أصحاب السلطة بحسب المفهوم البشري دول أصحاب القرار يسوع أمام هؤلاء مين اللي خطته تمت؟ يسوع الذي رُفع على الصليب ومات من أجلنا كحمل الله الذي رفع خطايا العالم يوم الفصح يبقى إتكلم عن إيه؟ إتكلم عن المكان وإتكلم عن الزمان بيس. نيجي لحاجة تانية اتكلم عنها يسوع لكل المجد اتكلم عن الألم نعم الألم الألم الذي هيحتمله ويمر فيه ويكتاس فيه يقول عن يهزؤون به ألم نفسي يجلد ألم جسدي يشتم ألم نفسي يدفلون عليه ويرفض أيضا تكلم عن كل هذه الأشياء تكلم عنها بالتفاصيل تكلم عنها وكأنها أحداث تمت مع أنها لم تكن قد تمت بعد مبارك اسمك تكلم عن طريقة الموت كان ممكن يرجم زي ما استفانوس رجم وزي ما معظم يعني المجرمين اللي بيحكم عليهم يهوديا بحسب السندري ممكن يرجم بحسب حكم العهد القديم لكن المسيح أتى لكيما يرفع لكيما يرفع لكيما يقال عنه ملعون كل من علق على خشبة فيحمل لعنه الخطيه نيابه عنا على عود الصليب المسيح رفع صلب ابشع انواع الموت كان الموت بالصلب الطريقه التي بيها ممكن يعني ترى اعظم الم واكبر الم ممكن يجتاز في انسان هو عن طريق الموت بالصلب الصلب ده لم يبدأه الرومان الصلب ده بدأه الفرس زمان لكن الرومان وصلوا إلى الكمال في تنفيذهم لهذه الأمور وصلوا عملية الصلب إلى إلى كمالها إزاي يتحقق أعلى نسبة من الألم والمعاناة الكثيرة جدا للمصلوب صلب من أجلنا يرفض تكلم عن رفضه اتكلم عن ازاي يرفض من الشيوخ ورؤساء الكتبة اتكلم عن انه يسلم الى الامم لا عليه بالصلب هو هو اللي هينفذ فيه حكم الصلب هم السلطه الرومانيه لا تنافس هذا اتكلم عن خيانه يهوذا وشفنا الايات اللي بتتكلم عن كده اتكلم عن هروب التلاميذ التلاميذ هيهربوا او لما يجي وقت الصلب ويقبض ويتم القبض على يسوع، الكل يهرب. اتكلم عن انكار بطرس لي ثلاث مرات. مش مره ولا اثنين، لكن ثلاثه. اتكلم عن كل هذا، واتكلم عن التوقيت بتاع انكار بطرس، ازاي هيكون قبل صياح الديك، اتكلم عن كل هذه الامور. وبعدين يجي شخص بعدها ب 600 سنة أو أكثر ويقول لنا إنه ما صلبش وما صلبوه وما قتلوه يعني آه ودايماً أقول لو في محكمة أرضية عادلة قدم إليها هذا التقرير ما صلبوه وما قتلوه وقدم إليها عشرات الأدلة على الصلب والموت للرب يسوع المسيح المحكمة الأرضية العادلة تاخد بده لكن ما يجيش واحد لعمره عاش ولا كان شاهد عيان ولا شاف ولا واحد من تلاميذ المسيح، ولا حتى واحد من المؤرخين الرومان المشهورين اللي كتبوا عن عن يسوع المسيح، ولا حتى كيوسيفوس المؤرخ اليهودي، ولا 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 حتى يعني ولا اي شيء، ولا حتى يرتقي لهؤلاء ويجي يقول لنا انه وما صلبوه وما قتلوه، كأنه يعني جاب اللي, اللي, اللي ما كناش عارفينها مع انه كل الأحداث لمدة 600 سنة من أول ما بدأ الصلب ومن قبل الصلب وبيتكلم الرب يسوع بكل وضوح عن أنه يصلب ينبغي أن يصلب ينبغي أن يصلب ينبغي أن يصلب ويتكلم عن تفاصيل صلبه ويتكلم عن المكان والزمان وعن الناس وعن اللي هيسلمه وعن اللي هيحصله وانه ازاي هيقوم في اليوم الثالث وجم تلاميذه من بعده الذين شاهدوا كل هذه الاشياء وكتبوا ايام مكان كل الشهود موجودين يعني يوم ما كتب متى او كتب لوقا او كتب مرقس او كتب يوحنا احداث صلب يسوع المسيح كان هناك كثيرون من الاحياء الذين عاصروا وشاهدوا يسوع المسيح معلقا على الصليب. وشاهدوا ايضا على قيامته لانه ظهر لكثيرين. يسوع تكلم عن صلبه يتكلم عن بعض النبوات الأخرى المتعلقة بأحداث الصليب اتكلم عن خيانة يهوذا يسوع له كل المجد اتكلم عن يهوذا أحد تلاميذه اللي هيخونه وهيسلمه لقادة اليهود يقول لنا ايه الكتاب؟ يقول لنا انه في متى 26 وفي عدد واحد 21 الى 23 وفيما هم ياكلون ده كان العشاء الاخير قال لهم الحق اقول لكم ان واحد منكم يسلمني فحزنوا جدا وابتدا كل واحد منهم يقول هل انا هو يا رب فاجاب وقال الذي يغمس يده معي في الصفحه هو يسلمني تحقيق هذه النبوة نرى في لقى 22-46 الصف الصحفة سوري هو يسلمني وفي بينما هو يتكلم إذ جمع والذي يدعى يهوذا أحد الاثنى عشر يتقدمهم فدعا فدنا من يسوع ليقبله فقال له يسوع يا يهوذا أبي قبلة تسلم ابن الإنسان يبقى بنشوف يهوذا حط إيده في الصحفة وغمز مع يسوع والرب قال عنه هذا الأمر وبنشوف هنا بيجي وبيحقق اللي قالوا يسوع عن أنه هو يسلم بنجد أيضا هروب التلاميذ حينئذ قال لهم يسوع: كلكم تشكون في في هذه الليله لانه مكتوب اضرب الراعي فتتبدد خراف الرعيه ولكن بعد قيامي اسبقكم الى الجليل. حينئذ التحقيق بتاعها في متى 26 وفي عدد 56، حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا. انكار بطرس، فاجاب بطرس وقال له: وان شك فيك الجميع فانا لا اشك. أبدا قال يسوع الحق كلك لك أنك في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات التحقيق بتاعها فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف أني لا أعرف الرجل وللوقت صاح الديك فتذكر بطرس كلام يسوع الذي قاله له أنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات فخرج إلى خارج وبكى بكاء مرن وغيره 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 من التفاصيل الكثيرة حابب اخدكم في واحنا هذه الايام في اسبوع الالام حابب اخدكم في الـ الـ الوقت الباقي من الحلقه في جوله سريعه مع اسبوع الالام ومتى بدا وكيف انتهى وايه الاحداث الاساسيه وايه الاحداث الـ 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 الاماكن الاساسيه اللي يسوع المسيح زارها و وتمت فيها الاحداث. شوفوا أول شيء يوم الجمعة أو السبت اللي هو الـ 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 بداية الأسبوع. الـ الـ الحدث اللي كان في بيت عنيا والحدث كان مريم تسكب قارورة الطيب هنا وجموع كثيرة أتت إلى يسوع المسيح لكيما تراه والشاهد في يوحنا 12 وفي عدد واحد. لو رحنا إلى الخريطة أنا عايز الخريطة بتاعة الأماكن لانه ده شويه يساعدنا على فيجوالايز المنظر او ان احنا نشوف الرؤيه نفسها انه بيت عنيا هنا ده بيت عنيا وهنا كانت في وليمه في بيت عنيا هنا كانت وليمه سمعان اللي جات وكسرت قاروره الطيب وبعد كده هنتكلم عن الاحداث الثانيه دي المسافه قريبه جدا منها الى الى مدينه اورشليم. نيجي الى اليوم الاحد، يوم الاحد كان في عندنا دخول اورشليم، الدخول الانتصاري او احد الشعانين زي ما بنطلق عليه وكان دخول يسوع الى مدينه اورشليم وبكاء يسوع على مدينه اورشليم وبعدين عوده يسوع مره ثانيه الى الى بيت عنيا، ده كان يوم الاحد. يوم الاثنين عندنا المكان غالبا بيت عنيا بس مش مذكور بالضبط المكان لكنه الحدث انه في الطريق الرب يسوع راى شجره التين اللي منظرها على انه فيها ثمر لكنها ما كانش فيها ثمر وتطهير الهيكل لما طهر الهيكل والعوده الى الى بيت عنيا يوم الثلاثاء بنجد العوده الى اورشليم ترك بيت عنيا وراح الى اورشليم والاحداث بقى اللي هناك ان يهوذا يساوم هنا في اورشليم، يهوذا بدا يساوم على تسليم يسوع لمجمع السنهدريم وسؤال التلاميذ بخصوص الهيكل انه حجاره الهيكل وبدا الرب هنا يتكلم زي ما في متى 24 و25 عن احداث اخر الزمان والاحاديث المسيح الاخيره اللي اتكلم عنها على جبل الزيتون وخراب اورشليم والمجيء الثاني. يوم الأربعة كان المكان أورشليم كويس والحدث إن المسيح بدأ يستكمل تعليمه في الهيكل ومجمع السنهدريم بدأ يجتمع يخطط للقبض على يسوع وقتله يوم الخميس المكان كان أورشليم مازل في أورشليم ويوم الخميس كان هو بالليل طبعا العشاء الأخير مع التلاميذ وحديث المسيح لتلاميذه في العلايقة أو يطلق عليه أحاديث الرحيل الابتداء من إنجيل يوحنا أصحاح 13 وحتى أصحاح 17 وبعدين المسيح له المجد يذهب إلى بستان جثماني ليصلي وهناك تم القبض عليه بالليل يوم الجمعة ودي الأحداث اللي تمت يوم الجمعة أول حاجة بنجد أنه يسوع يتم القبض عليه وده كان الجمعة بالليل سوري كان الخميس بالليل متأخر بداية الجمعة يعني يعني في نصف الليل تم القبض عليه وبعدين المسيح مع بداية اليوم الصبح بدري عند يعني شروق الشمس ذهب إلى حنانية وقيافة وبعدين من حنانية وثقافة وقيافة راح إلى مجمع السنهدريم وبدأت محاكمته كمجدف يهودي وجابوا شهود زور عشان يحكموا عليه وبعدين بعد كده خدوه إلى بيلاتوس آآ بيلاتوس آآ عرف أنه هو من مقاطعة قريبة من هيرودس فقال لا يروح إلى هيرودس فخدوه إلى هيرودس هيرودس قال لا عشان يعمل علاقة مع بيلاتوس راح مرجعه مرة تانية إلى إلى بلاتوس بلاتوس حكم عليه بالصلب أخذ يسوع خارج مدينة أورشليم منطقة اسمها الجلجثة وهناك صلب يسوع له المجد آه ال الأشياء دي كلها هتكلم عنها بالتفصيل في الخريطة دي بس آه في عندنا مكالمة آه ألو أبو مهند أيوة ألو عمو. أهلين. مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا بحضرتك أه لدي كلمه بسيطه اذا امكن اتفضل أه سمعت. تقول كلمة. الكلمة تقول الكلمة كان هناك ثلاثة صلباء المرفوعة على أحد جبال أورشليم القدس طلبوه هناك مع المسلمين واحد عن يمينه والاخر عن يساره هنا تبدا الحكايه حكايه هذه الصلبان صليب يوحي الى لص مات بخطيئته طيب صليب يوحي الى لص مات عن خطيئته اما الثالث الذي بالوسط يوحي الى المخلص الذي مات من اجل خطايانا ونزف دم لاجل تحريرنا امين ابو مهند انا بشكرك بشكرك على هذه المداخله معلش انا يعني لو الوقت البرنامج قرب يخلص فبشكرك على التعليق الجميل بخصوص الثلاث صلبان دول الرب يبارك حياتك عندنا عندنا مداخله اخرى الاخ علي من سوريا علي نعم مساء الخير مساء النور سامعك تفضل يمكن المداخله؟ اه تفضل طبعا انا مسلم آه، قرات في انجيل يوحنا قال لهم يسوع ايضا انا امضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم حيث امضي انا لا تقدرون انتم ان تاتوا فكيف المسيح صلب وهذا موجود في انجيل يوحنا وهو من الاناجيل المعتبره ال... أيوه. عندكم وال... وهي في الاصحاح الثامن الايه 21 ايوه وشكرا طيب السؤال بتاع حضرتك عايز تفسير للايه دي؟ هذه الايه تدل على ان المسيح لم يصلب اه كويس لانه قال انا امضي وستطلبون وستطلبونني وتموتون في خطيتكم حيث امضي انا لا تخبرون انتم ان تاتوا. أيوه. طيب. طبعا آه الكلام هنا الكلام كله هنا بكلم الرب يسوع هو هيمضي يس هيمضي وطبعا كلمه امضي وذاهب الى ابي ذكرها رب يسوع مرات كثيره. يعني لما نقرا انجيل يوحنا مرات كثيره آه آه وقال الاب آه يعني ايها الاب مجدني بالمجد الذي لي عندك قبل تاسيس العالم آه انا انا ذاهب آه الى الاب لانكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لما لما اخبر تلاميذه بانه هو ذاهب الى الاب وتركهم لكنه ده ما بيلغيش ابدا انه ذاهب الى الاب بعد القيامه انه هو اتى لكيما يموت يصلب من اجلنا وبعد بعد الصلب بيتكلم عن قيامته بثلاثه هيقوم في اليوم الثالث وبعد كده هيذهب الى الاب بعد ما يتمم عمله يعني انا لما اكن واحد جاء, جاء الى عمل معين وبيقول انا اول ما اخلص العمل ده انا ذاهب الى بيتي فالذهاب الى بيتي لا يعني ان انا ما خلصتش العمل او ان انا آه ما عملتش العمل لكن الرب يسوع اتكلم مرات ومرات ومرات في انجيل يوحنا مرات ومرات مرات عن صلبه عن موته عن انه يرفع عن انه يموت عن انه يسلم عن انه آه يقوم في اليوم الثالث وحتى نص انجيل يوحنا بيتكلم عن هذا هذه الامور في الاسبوع الاخير كله في إنجيل في انجيل يوحنا ياخذ نص انجيل يوحنا ابتداء من عدد من اصحاح 13 وحتى اصحاح 21 بيتكلم كلها عن الاحداث الصلب واحداث القيام فالايه هنا ليس معناها ان المسيح مش هيصلب لكن معناها انه هيتمم العمل وهيموت من اجل من اجلنا وهيقوم في اليوم الثالث ومن امن به خلص ومن لم يؤمن فهيدان وهيموت في خطيته ولن يكون له حياه ابديه أختم شكرًا على سؤالك وأختم بـ الأسبوع الأخير في أو اليوم الجمعة يوم الصلب إنه أول حاجة بنجد إنه يسوع المسيح هنا في صلاته الشفاعية في في وبعدين راح إلى بستان جثيماني كان كان العشاء الأخير هو هنا شايفين العشاء الأخير رقم واحد هنا وبعدين من العشاء الاخير ذهب الى طريق الجلجوسة كويس ومن طريق الجلجوسة ذهب الرب يسوع all the way هنا الى جثيماني سوري طريق جثيماني ذهب الى جثيماني وصل هناك في جثيماني هناك تم القبض على شخص الرب يسوع وتفرق التلاميذ اخذ يسوع الى اليهود هنا اليهود قيافه وحنانية اليهود ومجمع اليهود وبعدين أصعدوه إلى بيلاطس فوق بيلاطس قال إن هو يتبع هيرودس فرح بعته إلى هيرودس هيرودس قال لا ده يرجع مرة تاني إلى إلى بيلاطس وبيلاطس حكم عليه بالصلب فأخذ يسوع وذهب به إلى إلى الجلجثة حيث صلب هناك مع للصين الاحداث دي كلها تمت تمت يوم الفصح تمت يوم الفصح المسيح مات من اجلنا على عود الصليب حمل الله الذي رفع خطايا العالم وكلمنا البشير متى عن هذه الاحداث ويقول لنا في اصحاح 26 انه كيف ومتى تمت هذه الاشياء كلها في شخص الرب يسوع في متى 26 يقول لنا أنه حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثيماني هناك صلى الرب يسوع وهناك أيضا تم القبض عليه وأخذ إلى صليب يقول الكتاب ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض إلى الساعة التاسعة ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً إلي إلي لما شبقتني أي إله إله لماذا تركتني وبعدين يقول فانشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل والأرض تزلزلت والصخور تشقشقت والقبور تفتحت وقام كثيرون من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته كلمني عن كل الأحداث اللي تمت بالتفاصيل الساعة من الساعة ستة اللي هي الساعه 12 الظهر الى الساعه التاسعه كانت زرمة على كل الارض لكنه يسوع مات من اجلنا حقيقه موت المسيح لا يستطيع احد ان ينكرها كما لا يستطيع احد ان ينكر الشمس المشرقه الا الاعمى هكذا ايضا لا يستطيع احد ان ينكر موت المسيح الا الانسان الذي اعمى اعينه ابليس لكي لا يبصر الى ان نلتقي في حلقه جديده سلام المسيح يكون معكم